خريطنا التالية للاية رح ننتقل فيها لمساحة من الفن والابتكار وإعادة التدوير لابتكار جديد من شيء قديم. إعادة تدوير الورق هي حرفة عم تشتغل عليها قلبة دكاك الفنانة التشكيلية. هي الموهبة اللي قدرت تتميز بمجال إعادة تدوير الورق لحتى تبتكر مجسمات وأشياء غريبة وفريدة من نوعها. هي ضيفتنا لليوم. يسعد صباحك. هلا وسهلا قلبها. هلا فيك. صباح الخير قلبها. يمكن الورق او اعاده تدوير الورق فكره حلوه وفيها بيطلع منها افكار كثيره وجديده يمكن شوي. خلينا بالبدايه نتعرف مع حضرتك، يمكن شايفين الورق وشايفين منتجات ايضا من صناعه الورق، خلينا نحكي عن مهنتك. صباح الخير، بحب اصبح على الجميع. بدايه أنا مدربة بفن الورقيات، صار لي فترة طبعاً بشتغل بهذا المجال كمدربة وعندي عدة مشاركات. هلأ بالنسبة للتدوير، هو كيف نحن بنشتغل، بنحول الورق من مادة لينة لمادة متينة وصلبة وبنصنعها ضمن حاجيات فينا نعتبرها الاحتياجات اللي ست البيت بتتطلبها أمرات بحياتها، ممكن تكون تحف فنية وقطع مميزة كتير كلها يعني بتنتج من خلال مشاعرنا، كيف بنحط فننا وأحاسيسنا ضمن هاي القطع اللي نحن بنشتغل فيها. ممكن نشتغل على ورق جرايد، على مجلات، على كرتون كمان قلبه. هلا بالنسبة للتدوير أخذت عدة أنواع ضمن المجلات، ورق الجرايد وحتى الورق الملون اشتغلنا فيه كأكسسوارات. كل شيء نقدر نستفيد منه أكيد. من بيتنا. قلبة يمكن معنا هون شيء هي علبة محارم، ولكن خلينا نحكي عنها، قاسية كتير وصلبة ومتينة. هلا هي مصنوعة من الورق؟ كل ورق مصنوع الجرايد؟ من الجرايد. هلا كل القطع الموجودة إذا بتلاحظي هن مصنوعين من ورق الجرايد. طبعا هن مفروض يمروا بعدة مراحل، هلا بخبركم أكثر عن تفاصيل طبيعة الشغل. تقريبا هلا أنا بس بحب نوه اللي بحب يتعلم مهارة جديدة. هلا نحن عندنا أي جريدة ممكن نستخدمها. هلا مفروض هي كقاعدة أساسية أنا مفروض أقص الجريدة مقدار 3 أصابع. يعني هي قاعدة أساسية ضمن التدريب، يعني خطة العمل أو البرنامج اللي لي. فأنا ببدأ مع أي حدا هي مشان السماكة؟ هلا مشان أنا أحصل على هذا الموديل. هلا كمرحلة أولى أنا مفروض أخذ مقدار 3 أصابع بقصها بهي الطريقة، بخط مستقيم قدر المستطاع. هلا إذا مالي شوي ما بيأثر. هي أول مرحلة. هلا بنرجع نحن في عنا المواد الأولية اللي هي ضمن استخداماتنا، هي السنارة الصوف المزدوجة. هلا طبعا كل شيء له سنارة قياس محدد، والمادة اللاصقة هي مادة الغري اللي نحن بنشتغل فيها. الغري الأبيض بده يكون الغري الأبيض لأنه هو مادة شفافة، لما بينشف بصير ما عاد له لون. هذا سبب بيساعد. هلا السنارة لحتى نسمك عليها، لحتى نحن نعمل هي البواري. تمام. هلا انا حابه كنت ارجيكم صراحه كيف نحن بنعمل صحون بزورات مثلا. هي ضمن الخطط او البرامج اللي انا بعلمها عاده. كيف ببدا من اول القطعه، فانا لازم تمرق كل قطعه بهي المرحله، اغلب القطع حتى علبه المحارم. في طريقه لللف، هو انه انا مفروض امسك الورقه بايدي اليسار والسناره بايدي اليمين وبحاول لفها بهي الطريقه ضمن زاوية محددة تكون معي لشي بسيط. بحاول حط الغرة على الطرف اليمين، نقطة غرة صغيرة بمسحها بإيدي شوي، أو ممكن استخدام فرشاة إذا حابة، وبلفها بهي الطريقة. هلا أنا هي الكمية مفروض يكون عندي ما يعادل جريدتين تقريبا لحتى أنا شكل صحن. أوكي. وطبعا القياس كمان قد ما بدناها، يمكن يكون صحن كبير القطعه تخينه او رفيعه برسناره رفيعه. هلا حسب القطعه اللي بدي اعملها. اذا انا بدي اعمل صحون منيح كثير هذا الموديل. هلا اذا بدي اعمل مثلا كلوب فانا مضطره اكبر حجم السناره. هلا عندي هي السناره قياسها 6.5. نعم. قلبة خلينا نبلش. كيف تفاصيل أنا المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية أنا بيكون عندي قوالب عادة بلاستيكية اللي هي مكعبات الأطفال ومتوفرة دائما عند كل ست بيت. وبحاول مثلا هلا أنا ما عندي عود شيش فرضا، بستخدم نفس السنارة بحاول شكل الشكل الدائري اللي أنتم شايفينه قدامكم بعلبة المحارم. موجود
هلا فيني احط غراء اذا بدي. وكلها بدها تكون الدويره هي كلها ولا لا؟ عم هلا انا مفروض بحط غراء هيك نقطه غراء لحتى اعطيها هي المتانه اللي كنتي عم تساليني عنها. هلا هي المتانه بتجي من ماده الغراء ومن طريقه التلوين. طبعا حتى التلوين اذا ملاحظه فينا اي يعني لون بدنا اياه، مو بس مش شرط انه يكون على خشبي. فينا اي لون ممكن نقدر نلون فيه قطعتنا؟ فينا نلون اي لون بدنا اياه، بس صراحه من خلال تجربتي بهذا الشغل هو اللون البني هو افضلهم عم بيكون. وعم يعطي فخامه، بيعطي فخامه، بيعطي مثل الخشب القطع. اما لما بلون الوان ثانيه فبيطلع شوي خفيف، يعني بده دراسه اللون كثير كثير مهمه، يعني لحتى انا ضلني حافظ على جماليه القطعه. اذا حتى هون شايفه انا في كتابات مبينه مع اللون البني حلوه طالعه معنا سيئه ابدا. هي القطعه انا شكلتها مثلا. أوكي. اللي هي عباره عن الدائره فينا نعتبرها. هلا انا هي الدائره مثلا بدي شكل مفروض قطعتين ثلاثه، كل ما بدي كبر الصحن بزيد عدد البواري. نعم. هلا خلي والمحيط والداير. هلا هي البدايه، انا فرضا بدي شكل الصحن البيضاوي، انا جايبه قطعه ثانيه ضمن البدايات طبعا لحتى بس نقدر نشرح. هلا بنعمل دائرتين هون، بعدين نحن في عندنا مرحله ثانيه اللي هي المشط. هلا كثير عالم بتستغرب انه هي القطعه كيف عملتيها، هذا الزيكزاك اللي نحن شايفينه قدامنا انه هو كيف معمول. هلا هو كثير كثير بسيط الشغل فيهم وكتير ممتع. المشط البلاستيك هو في عزل لان فانا شو بعمل نفس القطعه باخذها وحده لقدام وحده لورا. ألبا هدول الافكار انت ابتكرتيهم او حدا علمك اياهم او هلا اول شيء انا بشكر السيده اللي علمتني هذا الشغل، تقريبا انا بشتغل صار لي اكثر من 5-6 سنين. بعدين حبيت الفكره كثير انه هو كثير كثير شيء حلو انك تصنعي من ولا شيء، كثير شيء حلو مميز. وتابعت ضمن تشجيع العائله والاشخاص المحبين بمشاركتي بعده معارض كمان. تماما. يعني قديش حلو انك تعملي معرض يمكن من هالاشياء الجميله اللي عم تشتغليها، وقديش عم تلمسي يمكن رده فعل العالم انه عن جد هدول جرايد، وخاصه انه مو بس هدول، في مثل ما ذكرت يمكن كلوبات، في اشياء ممكن نستخدمها ببيتنا نستغرب انه هي كلها من الجرايد. هلا صراحه بسبب تشجيع العالم كثير نصحتني انه افتح صفحه على الفيس كمان بحب نوه عليها، سميتها فن ورقيات قلبة. دائما هي متابعة من خلال السيدات اللي بدربون، بدرب فئة سيدات أو يافعات عادة، وكمان حتى أطفال يعني كتير بيستهويهم هذا العمل لأنه هو عبارة عن تفريغ بيكون، وآخر شيء النتيجة عم تكون كتير حلوة بالنسبة لإلون. وهي غير مكلف كمان. غير مكلف. هلا يعني هلا ما فينا نقول غير مكلف، يعني اذا سيده حبيت يمكن تتعلم او تمارس هي المهنه يمكن ما بدها راس مال كثير كبير لحتى تقوم فيها. هلا لا تبدا، لا ما بدها. حاليا انا مفتتحه عده دورات والسيدات هن اللي عم يتعلموا كثير كثير شاطرين. طيب يلي بدها تشارك معك وتتعلم من هالاشياء الحلوه اللي عم تعمليها، كيف فيها تتبع هالدورات؟ هلا اول شغله على صفحه فن ورقيات قلبة ممكن تتواصل معي، وعلى موجود كمان رقم الموبايل اذا كثير حدا حابب. طبعا في دورات خاصه ضمن مركز الرضا بشرمانة حاليا عم علمها، بعده مراكز طبعا انا بعلم. يعني الامور الحمد لله كثير عم بينال رواج بطريقه كثير حلوه. نعم. عم تسوقي لهالاشياء يلي عم تشتغليها قلبها؟ هلا انا حاليا صراحه بعرض بسوق قبها للحرف المهنيه كمنتوج شخصي، وبحاول ادعم اغلب السيدات اللي هن دربتهم. هن طبعا سيدات اغلبهم مهجرات، كثير ناضلوا، كثير تعلموا، كثير استفادوا بهي الفتره. وكثير انا سعيده بالتجربه لانها هي مثل ما قلت لك انت عم تعملي من ولا شيء كثير شيء حلو، وحتى هو عمليا نحن عم نرتقي بحالنا انه عم نحاول نحول التوالف هي لاشياء كثير مفيده لإلنا، وحتى ضمن الاستخدام ضمن الهدايا. تماما. وعم بتكون فنيه كثير. هلا القطعه كيف حصلنا عليها؟ هلا هذا المشط اول شيء بعد ما انا خلصت لفيت القطعه حطيت لها غراء ولزقتها، بس انا مفروض اتركها دقيقه لحتى تنشف اكثر، تنشف شوي لانه اذا سحبته رح يفرط المشط. فانا مضطره اتركه دقيقه بس
اوكي بحاول ارجع اعمل بس دائره اذا معنا وقت. ما معنا كثير وقت ولكن يلا نحن عم نعمل دائره. هلا نعمل انا رح احكي لكم شيء بالنسبه للتلوين. اوكي هلا بالنسبه للتلوين اذا ملاحظين اللون البني، هلا الكل بيستغرب انه بقول لهم مواد الماده هي ماده طبيعيه، ماده النسكافيه اللي بنشربها اللي هي البلاك لحتى ناخذ هذا اللون الجميل صراحه. طبعا كمان تقنيات الشغل بحب نوه عليها، هلا كل قطعه لها طريقه شغل مختلف. بالعموم هن نحن بنشتغل مبدا اساسي اللي هي خطه العمل، فينا نعتبرها لف السنارة. كمان هدول اكسسوارات فينا نعتبرهم من الورق الملون او الكرتون، كمان بحب نوه عنهم كمان. في كثير قطع بعد قدامين. ميرسي نحن ما شفنا لهنيك هدول يعني دائما بحاول اطلع افكار لها علاقه بال هي ضمن استخدام ست البيت ويكون فني بحت. يعني ما يكون قلتي لنا انه من النسكافيه ممكن نقدر نحصل على هذا اللون الخشبي، لكن الالوان الثانيه كيف هي الوان كيف تستخدميها؟ هلا الالوان الثانيه بالنسبه للاكسسوارات هي ورق ملون او كرتون. والالوان الثانيه اذا حبيت انا استخدم فانا في عندي يا بخاخ السبري اللي بيكون هو بالسوق، بخاخات السبري يفضل، او بيكون الالوان الصبغات الذكيه الالوان المائيه. لما بحط لها شويه غرق انا فبعطيها متانه بتطلع قاسيه القطعه. امبارح بس بحب خبر شغله، كنت ضمن جلسه مع السيدات وعاملين مراي قديمه من سنتين بالمركز، فانا حبيت اعيد احيائها. يعني قلت له ممكن بس خلونا نقبع الشغل القديم ونعمل شيء جديد. صاروا يقبعوا كثير قاسي، قال انسى كثير بس كثير يعني حتى احتاجوا ادوات حاده سكينه وهيك بدهم يقبعوا، قال بس كثير متينه. قلت له منيح خليكم تجربوا لانه العالم بتقول انه ما في متانه يعني ما بتعيش هي القطع. لا هي بتعيش، هي بتعيش و اذا عرفانه اشتغلها صح. نعم ألبا يمكن اليوم شفنا بعض من شغلك وبعض من التفاصيل الكتير حلوة والأفكار الكتير جديدة. خلينا نشوف المقطع السريع لأن وقتنا خلص. إذا بدك إذا بتحبي يعني يلا هي نتيجة المشط. هلا المشط بعده مو ملزق بده وقت، هو هيك مفروض يطلع. أوكي. اخر شيء رح النتيجة اللي رح نحصل عليها هي هذا صحن البذورات ممكن نستخدمه. عن جد اشياء بسيطة اليوم خبرتينا عنها ألبا، بنشكرك لوجودك معنا اليوم واضفتي لصباحنا لمسة فنية كلها ابداع. بنتمنى لك كل التوفيق واكيد ناطرينك باشياء جديدة ضمن صباحاتنا. اكيد بدنا نتشكرك وبدنا نوجه تحية لكل السيدات يلي عم تمتهن هيدي المهنة أو الموهبة خلينا نسميها. موفقين يا رب، وإن شاء الله هيك نكون معنا لقاءات تانية أكثر إضاءة على هيدا الشغل. ميرسي ألبا. هلا هلا. شكرا كثير. هلا شكرا. أما هلا